السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة السادسة في مادة المحاسبة المالية بالإنجليزي للفرقة الثانية. هناخد عملية التسويق. عملية يا جماعة فصل أو باب عملية التسويق. تعال نسمي بسم الله الرحمن الرحيم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو، ما تنساش اللايك للفيديو تشجيعا علشان اقدر اكمل معاكم، ولو اعمل لكم ليلة امتحان برضو اعمل لكم لو لقيت فيه تفاعل معي. هناخد فصل يا جماعة اسمية عملية التسوية. عملية التسوية. عملية التسوية بينقسم الى 3 طرق، اللي هي عملية التسوية يا جماعة الخاصة بطرق الإهلاك، خاصة بطرق إيه؟ الإهلاك. تعال نكتب طرق الإهلاك. معنا أول طريقة، تعال نبدل القلم. معنا أول طريقة وهي القسط الثابت. القسط الثابت. طبعا القسط الثابت يا جماعة جاء في جميع الامتحانات، جاية في جميع الامتحانات. تعال نعرف اسمه بالانجليزي، تعال نعرف اسمه بالانجليزي. بيقول لنا واحد سترايت الجي اتش لا تنطق يا جماعة، سترايت لاين ميثود. استرايت لاين ميثود. طب ليه اختصار؟ ايه الاختصار بتاعها؟ لو انت مش حافظ او مش هتحفظ الجمله دي هي القسط الثابت، تقدر تحفظ يا جماعه الاختصار بتاعها. الاختصار بتاعها اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو اس ال ان. اختصارت هي اختصار القسط الثابت يا جماعه اس ال ان. لو انت مش هتحفظ الكلمه دي كلها، اول ما هتشوف كلمه الاس ال ان معناها اوجد القسط الثابت، اوجد هي القسط الثابت. ده بالنسبه للقسط الثابت. تعال ناخد الثاني، الطريقه الثانيه من طرق الاهلاك يا جماعه، وهي مجموع السنوات. مجموع السنوات. مجموع السنوات ده ما جاش ولا امتحان واحتمال يجي السنه دي، يعني زي ما كنا حاطين احتمال نحن في الترم الاول انه المتوسط المرجح بتاع محاسبه التكاليف ان هو ما يجيش اي ويجي، ده برضه هحط احتمال ان هو يجي، احتمال ان هو ايه يجي. برضه مجموع السنوات يا جماعه ليه اسم ثاني، ليه اسم ايه ثاني. دول برضه مجموع السنوات تبع طرق الاهلاك، علشان ما يقول ما فيش حد يقول لي مش تبع طرق الاهلاك، لا تبع طرق الاهلاك. طب تعال نعرف اسمه بالانجليزي، تعال نعرف اسمه بالانجليزي اللي هو sum of the year divided، معناه مجموع السنوات. year يا جماعة معناها السنوات، و divided معناها مجموع، مجموع هي السنوات. ليه اختصار؟ طيب ليه اختصار اللي هو S Y D. اختصار يا جماعة مجموع السنوات S Y D. لو ذكر لك في التمرين ال S Y D يبقى انت من نفسك هتعرف انك انت هتجيب مجموع السنوات. لو ذكر لك ال S L N هتعرف انك انت هتجيب القسط الثابت. معانا اخر طرق الاهلاك يا جماعة، وهي الطريقة التالتة، وهي القسط المتناقص. القسط المتناقص. القسط الثابت والقسط المتناقص جو في جميع الامتحانات الا مجموع سنوات، مجموع السنوات. يعني انا احتمل او اتوقع انه مجموع السنوات هو اللي يجي علشان يخزي الناس كلها، يعني في ناس كتير ممكن تذاكر القسط الثابت وتذاكر القسط المتناقص وما تذاكرش مجموع السنوات. احتمال يجي مجموع السنوات يا جماعه، احتماليه يجي. تعال نكتب اسمها بالانجليزي ونكتب الاختصار بتاعها. الاسم بالانجليزي يا جماعه ديكلاين، ديكلاينينج بالانس. ديكلاينينج بالانس ميثود معناها القسط المتناقض. طب الاختصار بتاعها ايه؟ لو جالس في امتحان اكيد هيجيب لك الاختصار، لازم واجباري يجيب لك الاختصار يا جماعه، هيجيب لك الاسم نفسه
وهجيب لك الاختصار. لو انت مش عايز تتعلم السؤال من الاسم، علمه بالاختصار، علمه بيه بالاختصار. الاختصار بتاع القسط المتناقص يا جمال هو دي دي بي دي 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 بي. اختصرت هي القسط المتناقص. هشرح لكم كل قسط لوحده في حلقه يا جماعه. النهارده هنشرح القسط الثابت، والحلقه الجايه ان شاء الله هنشرح مجموع السنوات، والحلقه اللي بعدها نشرح القسط المتناقص. طب ليه انا مش هشرحهم كلهم مع بعض؟ لان انا لو هشرح لكم كلهم مع بعض هشرح لكم من غير تمرين. طب في ناس كتير ما تقول لي انا لازم اشوف تمرين انت بتحله يا استاذ او يا دكتور او يا محمد علشان اعرف احل زيك. قلت لهم ماشي انا هحل يا جماعه، هشرح لكم كل قسط لوحده وهشرح لكم تمرين علشان الناس تعرف فيها تحل وتعلم ازاي انا بحل. يعني ممكن ناس كتير ما تحفظش كلمات، ما تحفظش اي حاجه، تتعلم بس الطريقه اللي انا بحل بها، الطريقه بس تتعلم ان انا بحل ازاي وبس، من غير حفظ، من غير مذاكره، من غير اي حاجه خالص. تعال امسح الطرق دي يا جماعه وهكتب لكم ونبدا نشرح هي في القسط الثابت. بس زي ما قلت لكم الاختصارات اهم حاجه، اهم الكلمات نفسها. لو انت حفظت الاختصارات هتلاقي نفسك كل الامور كلها سهله باذن الله. تعال نكتب اولا القسط الثابت، القسط الثابت. الاختصار بتاعه يا جماعة اللي هو NLS، ورقة في القسط اللي هو بالانجليزي من الشمال يا جماعة SLN، من اليمين NLS. خلاص كده؟ خلاص. تعالوا نشرح يا جماعة طريقة القسط الثابت. خطوات القسط الثابت يا جماعة هم خطوتين اثنين بس، اما قانون والتاني تكوين الجدول. يبقى خطوات الحل، خطوات، تعال نكتب خطوات الحل من الشمال لانه هنكتب القوانين بالانجليزي يا جماعه. خطوات الحل، خطوات الحل سهله جدا. قلت لكم هيدي لكم قانونيا هتستخدم قانون فيهم، هيبقى معاك قانونيا هتستخدم قانون على حسب المطلوب عندك، على حسب ايه المطلوب. تعال نكتب اول خطوه وهي يا جماعه دي بريكيشن، ديبريكيشن. ديبريكيشن معناها القسط، الاهلاك يا جماعه. ديبريكيشن معناها الاهلاك، شارج معناها القسط، بتساوي ديبريكيشن شارج. تعال اكتب لكم الترجمه بتاعتها، قسط الاهلاك. يا ريت الناس تكتب ورايا كل كلمه مع الترجمه بتاعتها. بتساوي يا جماعه، بتساوي علامه قسمه كوست معناها التكلفه ناقص سالفيج، سالفيج معناها الخردة يا جماعة، على لايف. لايف في ناس كتير لو ما تعرف الترجمة شوية، لايف معناها الحياة يا جماعة، الحياة أو عمر الإنتاج. تعالى كده الترجم، التكلفة عمر الإنتاج، عمر الإنتاج أو الإنتاج، العمر الإنتاجي أو العمر الإنتاجي، وده الخردة. تمام كده؟ تمام. في مشاكل؟ مفيش أي مشاكل، بيساوي والناتج ينزل هنا، والناتج ينزل هنا. ده بالنسبة لأول قانون. لو هو مش مديني معدل، لو هو إياه مش مديني معدل، مديني الخردة التكلفة ومديني الخردة ومديني العمر الإنتاجي، يبقى أنا هعوض بالقانون ده. طب لو مديني المعدل هقول لي ديبريكيشن، ديبريكيشن تشارج معناها قسط الاهلاك، بيساوي ديبريكيشن برضو ديبريكيشن
ديبريكيشن ايه؟ ريت. ديبريكيشن ريت معناها معدل الاهلاك. معناها ايه يا جماعه؟ معدل الاهلاك. طبعا ديبريكيشن شارج معناها قسط الاهلاك، ديبريكيشن ريت معناها معدل الاهلاك. يعني هو لما يجيب لك معدل يبقى انا هستخدم القانون الثاني ومش هستخدم الاولاني، هستخدم ايه؟ القانون الثاني. بعد كده في علامه ضرب يا جماعه، مش حرف الاكس، علامه ايه؟ ضرب. وبعد كده هفتح قوس، كوست معناها التكلفه، ناقص سال فيج، وراح قافل القوس. وبعد كده بيساوي والناتج يطلع بره. يبقى معانا اول قانون ديبريكيشن تشارج بيساوي اعمل علامه القسمه كوست التكلفه ناقص سالفيج معناها الخرده على اللايف اللي هو العمر الانتاجي. ده بالنسبه لاول قانون لو هو مش مدينا معدل خالص، لان هو القانون كله ما فيهوش معدل، يبقى هو ما فيهوش معدل التمرين، ما فيهوش معدل. طب القانون الثاني لو في معدل، يعني لو في مديني تمرين وفي معدل، يبقى انا هستخدم القانون الثاني. هستخدم ايه؟ القانون الثاني. يعني انا هستخدم قانون واحد من الاثنين، هقول لك ايوه واحد من الاثنين، في معدل يبقى هستخدم دي، ما فيهوش معدل يبقى هستخدم دي. تمام كده يا جماعه؟ تمام. طب بالنسبه للخطوه الثانيه، الخطوة الثانية في الحل يا جماعة، وهي تكوين الجدول. تكوين الجدول، طبعا تكوين الجدول سهل جدا وبسيط وما فيهوش أي صعوبة ولا أي حاجة خالص. تعال نكتب طيب تكوين الجدول، تعال نكتب تكوين الجدول، نرسم تكوين الجدول. بس معلش يا جماعة أنا هكتب لكم البيانات بالعربي والكلمات هكتبها لكم من بره كده بعيد عن الجدول، لأنه أنا لو هكتب الكلمات في الجدول مش هتكفي السبورة، فأنا هكتب البيانات بتاعت الجدول باللغة العربية والكلمات أنا هكتبها لكم من بره، وبعد كده أنت تبدل العربي بالإنجليزي وتبقى أمورك كلها سهلة بإذن الله. وأدي الجدول. الجدول أول حاجة يا جماعة معناها السنة، السنة، وبعد كده تعمل عمود، بعد كده قسط الإهلاك، قسط الإهلاك، وبعد كده تعمل عمود، وبعد كده مجمع الإهلاك، مجمع إيه؟ الإهلاك، وبعد كده تعمل إيه؟ عمود، وبعد كده القيمة الدفترية، القيمة الدفترية. يا ريت الناس تكتب شكل الجدول ده، لانك انت هتحتاج في المذاكره، هتحتاج انك انت تحفظ شكل الجدول ده. يا ريت تكتب الجدول ده، لان انا همسح الكلام ده واكتب لكم الكلمات الخاصه بالجدول اللي هو قسط الاهلاك. طبعا انا كتبت لكم قسط الاهلاك اللي هو من فوق ده، ديبريكيشن تشارج اللي هو قسط الاهلاك، ينزل هنا. بعد كده مجمع الاهلاك ليه كلمه معينه انا هكتبها لكم، وبعد كده القيمه الدفتريه برضه ليها كلمه واكتبها لكم بالترجمه بتاعتها، والسنه معروفه اللي هي يير، اللي هي ايه؟ يير. تعال امسح الكلام ده واكتب لكم الكلمات اللي انت هتحتاج تحفظها، اللي انت هتحتاج تحفظها. طبعا ده انت عرفت الترجمه بتاعته، اللايف عرفت معناه ايه، سالفيج معناه عرفت الخرده، معناه الخرده، ديبريكيشن ريت معناه معدل اهلاك، الكوست معناها التكلفه زي ما قلت لكم فوق، سيرفيج معناها الخرده زي اللي فوق بالظبط. يعني انت كل اللي هتحتاج تحفظه هتحتاج تحفظ القيمه الدفتريه ومجمع الاهلاك بس، اثنين بس، اما الباقيين هتلاقي نفسك انت حافظهم من نفسك، تلاقي نفسك هي حافظهم. همسح الكلام ده واكتب لكم الكلمات يا جماعه اللي انت هتحتاج تحفظه. تعالى كده نمسح الجدول. يا ريت الكل يكتب ورايا ويكتب خطوات الحل. خطوات الحل يا جماعه ثابته، انك انت لو كتبت خطوات الحل وكتبت المثال وكتبت الحل بتاع المثال، او لو كتبت المثال بس وما كتبتش الحل بتاع المثال، هتلاقي نفسك بتحل المثال لوحدك من هي من خطوات الحل. بالنسبه للغه المحاسبه الماليه بالانجليزي يا جماعه ما فيهاش ولا لف ولا دوران، هو يعني فيهاش حاجه صعبه ولا لف، واحد بيساوي واحد، اثنين بتساوي اثنين على طول، ما فيهاش لف ولا دوران. تعالى اكتب لكم الترجمه يا جماعه. القيمه اول حاجه ابدا لكم بالقيمه الدفتريه، القيمه الدفتريه. القيمه الدفتريه معناها ايه يا جماعه؟ معناها بتساوي ايه؟ طيب الاول ليها قانون علشان انت تجيب القيمه الدفتريه. القانون ثابت يا جماعه، بتساوي التكلفه ناقص
مجمع الإهلاك، مجمع الإهلاك ده القانون بالإنجليزي يا جماعة. أنت مش محتاج تحفظ القانون ده، ليه؟ أنت محتاج تفهم ده علشان تقدر تجيب العمود اللي فيه القيمة الدفترية. يعني محتاج أنا أحفظ القانون بالعربي، مش مهم بالإنجليزي، محتاج أن أنا أحفظ القانون بالعربي لأن أنا مش هكتبه بالإنجليزي ولا هكتبه بالعربي، أنا عايز أحطه في دماغي علشان أقدر أجيب القيمة الدفترية. طب معناها بالإنجليزي القيمة الدفترية يا جماعة معناها book value، book اللي هي دفترية، value value معناها القيمة، معناها هي القيمة. ده بالنسبة للقيمة الدفترية. طبعا زي ما قلت لكم التكلفة معروفة، مجمع الإهلاك أنا لسه هكتبها لكم دلوقتي تاني حاجة على طول. اثنين، مجمع الإهلاك. مجمع الإهلاك يا جماعة ليها قانون، ولكن أنا مش هكتب لك القانون. ليه مش هكتب لك القانون؟ أنا هعرفك طريقة تحسبها على طول. أنا وبدي لك المثال هنحله مع بعض المثال، وعرفك الطريقة اللي هتحل بيها هي على طول. يعني مش هتحتاج إنك أنت تحفظ قوانين القيمة الدفترية، بس اللي هي اللي هتحفظ لها القانون. بعد كده مجمع الإهلاك معناه يا جماعة معناه أكيو، مش حافظ الاسم والكلمة يا جماعة، بس أنا هكتب لكم الكلمة يا جماعة اللي هي دي سي يا جماعة، ودي سي علشان ما حدش يقول لي دي حرف ال ولا حرف دي سي، ودي سي بعد كده يو ام يو بعد دي ال بعد دي اي تي ايه يا جماعة ايه تي اي دي اكوموليتد اكوموليتد تقريبا او حاجة زي كده يعني. بعد كده ديبريكيشن يبقى accumulated accumulated depreciation معناها هي معناها مجمع الإهلاك. اعذروني يا جماعة اللغة الإنجليزية أنا متوسط فيها لأن أنا يعني مش ممارس فيها، مش بقرا إنجليزي على طول على طول، لذلك أنا مستواي الحمد لله متوسط، بعرف أترجم، مش لازم إن أنا أعرف أقراها 100%، بس الحمد لله بعرف فيها أترجمها. accumulated depreciation معناها هي مجمع الإهلاك. بعد كده معانا العمود الثالث هو يا جماعة قسط الإهلاك، قسط الإهلاك. وزي ما قلت لكم الكلمة كل ما تبقى طويلة قسمها علشان تعرف فيها تقراها. تعالى قسط الإهلاك يا جماعة بالإنجليزي معناها هي depreciation charge، depreciation charge معناها قسط الإهلاك، قسطية الإهلاك. معنا آخر حاجة في الجدول اللي أنا المفروض إن أنا أحفظها، لو أنت مش حافظها يعني السنة. السنة بالإنجليزي معناها يا جماعة year، معناها y e a r year أو year يا جماعة year. كده خلصنا بيانات الجدول، خلصنا بيانات الجدول. لما هاجي أحل لكم المثال عشان زي ما أنتم شايفين الكلمة طويلة، يعني كلمتين هما مجمع الإهلاك بس واخدين نص السبورة، كلمة قسط الإهلاك واخد النص الثاني، فمش هلاقي مساحة إن أنا أكتب لكم الكلمات بالإنجليزي. طب أنا لما أجي أحل لكم المثال أكتب لكم بيانات المثال يا جماعة بالعربي، أكتب لكم هي بيانات الجدول بالعربي. تعال ناخد مثال مع بعض ونحله مع بعض علشان تعرف تحل إزاي. همسح لكم الكلمات دول، همسحهم بس يا ريت الكل يكون كتبهم يعني. ما تنساش لو انت ما تسمع الفيديو وما عملتش اللايك اعمل اللايك علشان ما ازعلش منك، تمام كده؟ تمام. يلا ناخد مثال، المثال هقراه لكم بالعربي وهنزل المثال يا جماعه على الصفحه بتاعتي. اللي مش عارف يوصل للصفحه بتاعتي هتلاقي لينك الصفحه في الوصف تحت الفيديو، ولو ما عرفتش توصل لللينك اللي في الوصف اللي تحت الفيديو كومنت وانا هعرفك او هبعت لك اللينك بتاع الصفحه. تعال نقرا المثال باللغه العربيه. بفرض ان شركه ما اشترت آلة في 1/1/2009 بمبلغ 10500 وعمرها الإنتاج 5 سنوات وقيمتها كخردة
500 جنيه، 500 بس. احسب الاهلاك بطريقه القسط الثابت، هو هيعمل لي الاختصار ده يا جماعه، اس ال ان معناها هي القسط الثابت، وارسم جدول الاهلاك، وارسم ايه؟ جدول الاهلاك. انت كده كده طالما هتجيب القسط الثابت هترسم الجدول من دماغك، هترسم ايه؟ الجدول من دماغك. تعال نحل بخطوات الحل يا جماعه. اول خطوه هو قال لي جاب لي معدل، ما جابليش معدل، يبقى انا هستخدم القانون الاولاني اللي هو ديبريكيشن تشارج بيساوي علامه القسمه قسط اللي هي التكلفه ناقص سلفيجن اللي هي الخرده على ضايف اللي هي العمر الانتاجي. بعد كده نعمل ايه؟ الجدول. تعال نطبق القانون يا جماعه، بطبق لكم هنا القانون، هتسموا السبوره هنا للجدول، وبعد كده نطبق خطوات التمهيد هنا. اول حاجه، اول خطوه اللي هي ديبريكيشن. تشارج بتساوي اللي هي يا جماعه التكلفه، التكلفه هو هلاقيها في المثال. بص هتلاقي في المثال من غير ما انت ما تعرف تترجم، لو انت مش عارف تترجم حتى هتبص على المثال الخاص بالقسط الثابت او مجموع السنوات او القسط المتناقص هتلاقي الاختصارات. طب انا عرفت دلوقتي، حددت السؤال ده سؤالية، بعد كده انا عايز اطبق في القانون دي، انا حافظ الكلمه ديبريكيشن شارج وعايز اطبق في القانون من غير ايه، ما مش عارف التكلفه ومش عارف السلفيج ومش عارف اللايف، انا هجيبهم ازاي؟ هتلاقي ارقام، الارقام دي اللي هي 10000 او 11000 او 15000 دي معروفه التكلفه. بعد كده هتلاقي رقم 5 او 4 او 6، الارقام الصغيره دي هتعرف معناها للعمر الانتاجي. طب بعد كده هتلاقي الرقم الوسط، يعني بص هيبقوا فيه 3 ارقام، رقم اكبر، اكبر رقم، واصغر رقم، والرقم الاوسط. ثلاثه، الرقم الاوسط، الرقم الاوسط. قاعده ثابته، اكبر رقم هتبقى التكلفه، اصغر رقم هيبقى العمر الانتاجي، الرقم الاوسط هيبقى ايه؟ الخرده، الرقم الاوسط هيبقى الخرده. دي قاعده ثابته لو انت مش هتحفظ كلمات ومش هتعرف الترجمه بتاعت المثال. لو لقيت معدل يبقى انا هستخدم القانون الثاني، المعدل طبعا انت هتبقى عارفه، هيدي لك نسبه مثلا 40%، يبقى انت من النسبه المئويه انت تعرف المعدل. خلاص كده اظن ان هو كده ما فيش مشاكل خالص مع اي مثال هيقابلك، اي مثال هيقابلك تبع عمليه التسويه هتدور على اكبر رقم واصغر رقم والرقم الاوسط. وعرفنا انه اكبر رقم اللي هي التكلفه، تقدر تكتب اقتصادها التكلفه، والرقم الاصغر تقدر تكتب اقتصاده العمر الانتاجي، لو انت عايز تكتبه بالعربي يعني عندك العمر الانتاجي، اكتبها على جنب الملحوظه دي علشان انت تستفاد بيها من غير ما تحفظ كلمات خالص. والرقم الاوسط اللي هو الخرده، اللي هو ايه؟ الخرده. كده نحن خلصنا، عرفنا نطلع التكلفه، وعرفنا نطلع العمر الانتاجي، وعرفنا نطلع الخرده. نعمل علامه القسمه، قلنا اللي من فوق يا جماعه كوست التكلفه ناقص الخرده على العمر الانتاجي. التكلفه طلعناها من التمرين كام؟ 10500، روح كاتب 10500 بالانجليزي، الارقام هتبقى بالانجليزي يا جماعه، 10500 ناقص الخرده، الخرده طلعناها بكام؟ ب 500، رح كاتب 500 على العمر الانتاجي اللي هو كام؟ 5 سنوات، بتساوي بالحسب على طول اللي هو 10000 ونص ناقص 500 هيفضل 10000، 10000 على 5 فيها ال 2000، فهي ال 2000. كده خلصنا القانون، خلصنا القانون، فاضل ايه؟ فاضل الجدول، الخطوه الثانيه الجدول. تعالى نرسم الجدول مع بعض. دي السنه، هكتبها لكم بالعربي يا جماعه، السنه، وبعد كده تعالى نكتب السنوات. هو قال لي في التمرين كام؟ 1/1/2009. تعالى نكتب السنوات يا جماعه، اللي هو قال لنا 2009، ماشي هبدا ان انا اول سنه عندي 2009 بالانجليزي. السنه الجدول هيبقى كل حاجه بالانجليزي يا جماعه، 2009 هو قال لي كام سنه؟ 5 سنوات، يبقى انا هقول 2009 2010 2011 لحد ما اوصل 5 سنوات، 2010 2011 2012 2013، كم سنة دول؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 سنوات. هبدأ بأول سنة من التمرين وبعد كده أكمل باقي ال5 سنوات اللي هو العمر الإنتاجي لتحت. ده بالنسبة للسنوات. تعال قسط الإهلاك، قسط الإهلاك، وعامل خط كده،
طالما المثال يا جماعة القسط الثابت، يبقى أنا هاخد اللي هو القسط نفسه، قسط الإهلاك يا جماعة نفسه، هاخد الـ2000 هنزلها في قسط الإهلاك كلها، هنزلها إيه في قسط الإهلاك كلها. يعني طلع قسط الإهلاك كام بالقانون؟ 2000، هينزل 2000 في 2009، وهينزل 2000 في 2010، وهينزل 2000 في 2011. دي قاعدة ثابتة مستحيل تتغير، مستحيل هي تتغير. هتنزل 2000 في جميع السنوات. ده لو كان هي قسط ثابت، يبقى انا القسط الاهلاك نفسه هجيبه من التمرين او من القانون، هجيبه يا جبته بكام؟ انا جبته ب 2000، هينزل 2000 في قسط الاهلاك كله. قسط الاهلاك عرفنا الترجمه يا جماعه، كل حاجه هتبقى بالانجليزي، انا بكتب بالعربي لانه زي ما قلت لكم الكلمات طويله، فمش هتاخد مش هتكفي السبوره، فانا اضطريت ان انا اكتبهم بالعربي. اما الارقام انا بكتبها بالانجليزي زي ما انا زي ما انا ماشي عادي، ما فيش اي مشكله. مجمع الاهلاك، مجمع الاهلاك، يبقى جبنا اول عمود اللي هو اول عمود السنوات، جبناه ما فيش اي مشاكل خالص، هو قال لي 5 سنوات، يبقى انا هبدا من اول سنه اللي هو بديهالي في التمرين، اللي هو مدالي في التمرين كام؟ 2009، يبقى انا هكتب 2009 واكمل ال5 سنوات، واكمل هي ال5 سنوات. بعد كده قسط الاهلاك جبناه من ايه؟ جبناه من القانون، ما فيهوش اي مشاكل. عايز اجيب مجمع الاهلاك اول سنه كام؟ 1000، في حاجه قبلها؟ ما فيش، يبقى 2000 تنزل زي ما هي. دي قواعد ثابتة من غير قوانين يا جماعة، مش عايز امشيكم القوانين، عايز هي اخليكم تبقوا فاهمين المنهج من غير قوانين خالص. تبقى انت ترسم الجدول، تنزل ارقام من غير قوانين. بعد كده السنة الثانية اللي هي 2010، اقصادها كام؟ اقصادها 2000، اقصادها كام؟ 2000، في قبلها في 2000، يبقوا 4000 المجموع بتاعهم. السنة الثالثة 2000، في قبلها فيها 4000، ادي 2000 وادي 2000، يبقوا كام المجموع؟ 6000. بعد كده السنة الرابعة في كام اقتصادها؟ 2000، وفي كام قبليها؟ 6000، و2000 يبقوا 8000. ما تقوليش بتزيد بكام، انا بركز على قسط الاهلاك، بركز هي على قسط الاهلاك. ارسم لكم مثال زي كده برضو. السنه الاخيره، السنه الاخيره كام؟ 2000، في قبلها كام؟ في قبلها 8000، و2000 يبقوا 10000. في مشاكل بالنسبه لمجمع الاهلاك؟ ما فيش اي مشاكل خالص. تعالوا بالنسبه للقيمه الدفتريه، القيمه الدفتريه، القيمة الدفترية يا جماعة قلت لكم ليها قانون، قلت لكم هي ليها قانون. القانون بتاعها بيقول هي التكلفة ناقص مجمع الإهلاك اللي هو اللي جنبي. التكلفة لقيناها بكام نحن في التمرين؟ 10500، اللي هي التكلفة، هي التكلفة كام؟ 10500. 10500 بالنسبة لأول سنة، ناقص مجمع الإهلاك اللي هو 2000 هيبقى 8500. بعد كده السنة اللي بعديه التكلفة 10500، نفس التكلفة يا جماعة ثابتة، 10500 ناقص 4000 هيبقوا 6500. اللي بعديها 10500 ناقص 6000 هيبقوا 4500. طب ما نيجي نركز، هنلاقي بنقص 2000 2000 2000 على طول. هنقص 2000 من 4500 هتبقى 2500. هننقص 2000 هتفضل 500 بس. وصلت كده؟ وصلت. تبقى انت تمشي بالقانون، التكلفه الكليه ناقص مجمع الاهلاك اللي اقصادها، اقصاد السنه اللي انا هجيبها، اقصاديه السنه اللي انا هجيبها. زي ما قلنا 10500 ناقص 2000 يبقوا 8500، هذا يطلع 8500. يبقى 10500 في السنه الثانيه، 10500 ناقص 4000 يبقى طلعت بالحسب على طول 6500. بعد كده السنه الثالثه 10500 ناقص 6000 بقيت 4500. بعد كده السنه اللي بعدها كده، بعد كده لحد ما اوصل لحد اخر سنه. كده يا جماعه انا خلصت المثال، كده ما فيهوش اي صعوبه خالص. يعني كل اللي انا هعمله هعمل قانون وهعمل الجدول واعوض في الجدول، كده انا خلصت المثال على طول، ما فيهوش اي صعوبه، كل الامور كلها سهله. ماده اصلا المحاسبه الماليه بالانجليزي والله سهله، كل محتاج شويه حفظ قليلين وشويه فهم قليلين، شويه حفظ وشويه فهم هتلاقي امورك كلها سهله. الطرق دي يا جماعه ما فيش دكتور هيشرحها لك، ما فيش اي حد، مع احترامي لجميع الدكاتره عامه، ما فيش اي حد يشرح لك بنفس الطريقه اللي انا بشرح لك بيها دي. اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا. لو ما ضغطتش لايك انا هزعل منك، كده كده انا مش شايفك انك انت ضغطت لايك او ما ضغطتش عامه. فلو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس وشير الفيديو لكل اصحابك، بالله عليك تشير الفيديو لكل اصحابك عشان الاستفاده توصل للكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.